ينضم إلينا الآن الأستاذ سليمان بشارات، المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ الفاضل، مساء الخير وحياك الله. تحياتي لك ومساء الخير لك وللسادة المتابعين والمستمعين الكرام. أهلا بك أستاذ سليمان. سأبدأ يعني بالجديد وما يرد في الإعلام العبري حول مصادقة نتنياهو على خروج الوفد المفاوض للتفاوض في عاصمة ما بناء على رد حركة حماس. وفقا لتقديرك ولمتابعتك بالتأكيد لتصريحات الإسرائيلية المستوى الرسمي في دولة الاحتلال، هل نقترب من صفقة، من إبرام تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، أم أن الأمور لا تزال بعيدة؟ نعم، يعني بناء على تجربتنا من خلال الجولات التفاوضية السابقة وعلى مدار الشهور الماضية وعمر هذه الحرب التي يعني هي بدأت الآن 9 شهور أو يزيد قليلا، يعني يجعلنا نبقى حذرين جدا في إمكانية التفاؤل المفرط فيما يتعلق بأي جولة تفاوضية. لكن هذا لا يعني في ذات الإطار أن هناك مؤشرات ربما هذه المرة تزيد جرعة التفاؤل نوعا ما في إمكانية أن يكون هناك التوصل أو إمكانية بلورة أو على أقل تقدير يمكن أن تكون هناك أرضية صلبة أكثر من المرات السابقة. هذه المؤشرات باعتقادي هي بدأت تظهر ليس منذ الآن وإنما منذ عدة أسابيع، بالتحديد ابتداء من موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وموقف الجيش والتصريحات التي ربما أدلى بها قادة الجيش ابتداء من وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية وما نقل عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. كل المؤشرات كانت تدفع بأن الجيش بات معني بالذهاب إلى نهاية هذا الحرب أو على أقل تقدير أن يأخذوا هدنة طويلة يعيدوا من خلالها إعادة ترتيب أوراقهم وأيضا يقطع الطريق على بنيامين نتنياهو، لأنه بات واضح جدا أن هناك تعزز لفكرة داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية أن بنيامين نتنياهو هو لا يهمه مدى قدرة الجيش على تحقيق الأهداف بقدر أن الحرب ذاتها باتت هي الهدف الأساسي لدى بنيامين نتنياهو. بمعنى آخر الأمر لم يعد مرتبطا بتحقيق أهداف بقدر استمرارية الحرب. هذه النقطة. النقطة الثانية وهو أن موقف عائلات الأسرى يوم أمس عندما تم الإعلان عن تلقي الرد من قبل حركة حماس كان هناك موقف واضح وجلي وسريع من قبل عائلات الأسرى وهددوا إن لم يكن هناك هذه المرة الذهاب إلى توقيع اتفاقية أو القبول بصفقة سيكون تحرك الشارع الإسرائيلي مختلفا عما كان عليه السابق، وهددوا بأن يكون هناك ملايين المشاركين في الشوارع الإسرائيلية. صحيح أن الشارع الإسرائيلي يمكن حتى هذه اللحظة لا يمكن المراهن عليه بشكل كبير جدا وغياب قيادات فاعلة له، لكن في ذات الإطار قد نجد فعليا أن يكون ردات فعل كبيرة داخل الشارع الإسرائيلي ويتحول الأمر إلى بمثابة تحد ما بين ما يطرح بنيامين نتنياهو والشارع الإسرائيلي. النقطة الثالثة إذا سمحت لي في عجالة هي ترتبط أيضا في الجبهة الشمالية. الجبهة الشمالية هذه مسألة مهمة وبالتأكيد يجب أن يعني نفرد لها مساحة صراحة في التوضيح سيد بشارات، لأن ما يجري منذ الأمس وحتى الآن هو يعني ليس جديدا تماما ولكن هو متصاعد من حيث النوع والكم أيضا في المواجهة بين دولة الاحتلال وحزب الله اللبناني. كم ستفرض المستجدات على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان واقعا جديدا على معادلة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة؟ هذه النقطة التي كنت يعني أن أود الإشارة إليها وهو أن الجبهة الشمالية واضح جدا أن حزب الله اللبناني صحيح أنه يستطيع الذهاب إلى توسيع المواجهة ويستطيع ربما الدخول في مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي أو أن يفتعل جبهة كاملة، لكنه في ذات الإطار واضح جدا أن هناك نوع من التوازن ما بين معادلة الردع وتحديد خطوط الاشتباك التي يرسمها حزب الله اللبناني وما بين الرسائل السياسية المرتبطة بضرورة نهاية الحرب في قطاع غزة وهي ربما رسائل واضحة جدا هي ضاغطة على الشارع الإسرائيلي الداخلي على المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية وضاغطة أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية علها
تلقي بثقل أو بمزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي باعتقادي يعني هذه نقطة بالغة الأهمية عندما يكون طبيعة الرد الذي جرى اليوم ويوم أمس وقبل أسبوعين أيضا على اغتيال أحد قيادات حزب الله اللبناني كلها واضح جدا أن حزب الله هو يريد أن يوصل رسالة للاحتلال الإسرائيلي أنه إذا ما بقيت الحرب في قطاع غزة فإن ذلك هو لم يعد فقط سيكلف الاحتلال الإسرائيلي عدم هدوء، وإنما الأمر هو سيرتبط في كثير من القضايا، أولاها أن الأسنان ويعني أعداد القتلى والاستهدافات المباشرة التي ستكون مرتفعة جدا، وثانيا أن العمق الإسرائيلي لم يعد عمقا آمنا كما كان عليه في المواجهات السابقة. والنقطة الثالثة وهي الأهم أن طبيعة الأهداف التي بدأ يرسمها حزب الله اللبناني ويصل لها رغم وجود كل الدفاعات الإسرائيلية والإخبارات الإسرائيلية إلا أنه بات يستطيع أن يصل. عندما نتحدث اليوم كان هناك اشتعال كامل لمنطقة الجليل، اشتعال لمناطق داخل إسرائيل بالداخل، وبالتالي هذا ربما يحدث حالة انعكاسية كبيرة جدا أيضا على البعد النفسي والبعد المجتمعي والبعد الاقتصادي الإسرائيلي حتى على البعد العسكري. الارتباط الثالث في هذا الإطار وهو باعتقادي المهم المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة بايدن بالتحديد ما بعد المناظرة التي عقدت ما بين بايدن وترامب واضح جدا أن حظوظ بايدن بدأت تنخفض بشكل كبير جدا وتتراجع شعبيته وأداؤه بات وظهر ضعيفا جدا في المناظرة، ولذلك يبدو الآن أن الشهور القليلة المقبلة المتبقية للانتخابات الأمريكية وهي في نوفمبر المقبل يبدو أنها هي الفرصة الأخيرة لإدارة بايدن أن تقدم إنجازا للشارع الأمريكي وللمجتمع الأمريكي، تحاول من خلالها إعادة اتزان مكانة إدارة بايدن ومستقبل بايدن السياسي. ولهذا السبب يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لها دور كبير جدا في هذا الاتجاه لمحاولة تعزيز إنضاج صفقة تقدم بشكل أو بآخر على أنها جزء من الإنجاز الذي سيقدم للأمريكيين، خصوصا الإفراج عن الأسرى ممن يحملون الجنسية الأمريكية، وهذا بالنسبة لبايدن هو أحد الأهداف الرئيسية في هذه المرحلة. والنقطة الأخيرة في هذه يعني حتى نقرأ الملف من زوايا متعددة وهو الزاوية المتعلقة بالشق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. صحيح أن المقاومة الفلسطينية هي ما زالت قادرة على المواجهة، المقاومة الفلسطينية توقع الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، لكن أيضا باعتقادي هناك مصلحة فلسطينية من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية لضرورة النظر إلى الحالة الإنسانية في قطاع غزة من جانب، ومن جانب آخر للحالة السياسية ذات الامتدادات والارتباطات الإقليمية والدولية، وهذا ربما تعيه المقاومة الفلسطينية. لهذا السبب باعتقادي ما قيل عنه أنه جرى تعديل أو ربما دعينا أقول تقارب في وجهات النظر ما بين ما تطرحه المقاومة وما يطرحه الاحتلال الإسرائيلي قد يكون مرده بشكل أساسي إلى محاولة جسر الفجوة ومحاولة الذهاب إلى المناطق أو المساحات التي يمكن أن تشكل حالة مشتركة، وهذا لا يعتبر هو تنازلا من المقاومة بقدر أن المقاومة الفلسطينية ربما هي تريد الآن أن تذهب إلى عملية كسر معادلة ما زال يهيمن ويسيطر عليها بنيامين نتنياهو في رفضه لوقف هذه. نعم يعني هي يعني لا يمكن أبدا في أي حال من الأحوال بالتأكيد سيد بشارات أن نصفها بأنها تنازل، هي مرونة بالتأكيد ومرونة لازمة في ظل ضغط إنساني وكوارث إنسانية يواجهها الأهالي بشكل يومي من حوالي 19 أشهر في قطاع غزة. طيب الأهالي الآن في قطاع غزة سيد بشارات وأنت تدرك ذلك جيدا، القلوب والأمال معلقة تماما بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولتبادل الأسرى، وما يرشح الآن عن وسائل الإعلام العبرية بالسماح للوفد بالتفاوض الوفد الإسرائيلي وأنه تم حل القضية المركزية ويمكن عقد صفقة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بانتظار أيضا اجتماع للكابينت الليلة، أعتقد الكابينت من المفترض أن يجتمع، يعني ما الذي سيرشح عنه؟ ماذا بتقديرك؟
حتى هذه اللحظة يمكن أن نتحدث عن بناء طبعا على قراءاتنا السابقة وعلى التوقعات أن يكون هناك جولة من المفاوضات قد تكون عبر الوسطاء من خلال الوفد التفاوضي الإسرائيلي الذي سينتقل وفقا لما ينشر عبر وسائل الإعلام لأحد العواصم، ربما القاهرة أو الدوحة، قد تكون هاتين العاصمتين هما الهدف الأساسي من السفر. لكن وقد يكون هناك محاولة للتقارب في القراءات، وأنا باعتقادي قد يكون هناك دور كبير جدا للوسطاء وبالتحديد القطري والمصري، وربما أخذوا ضوءا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أيضا نقطة يعني لم نذكرها تم يعني تخلصناها من الموقف الذي تقدمت فيه حركة حماس بالأمس، وبالتحديد بعد تقديم الموقف والورقة كان هناك اتصال ما بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والطرف التركي والطرف القطري والطرف المصري. واضح جدا أن حماس عندما قدمت ملاحظاتها وردها هذه المرة هو كان ردا منسقا ومنسجما مع الوسطاء، ولم يكن هو وليد فقط حركة حماس. بمعنى آخر يبدو أن هناك كان تشاورا عميقا من قبل حركة حماس مع الوسطاء، وتم صياغة ربما الملاحظات بالمشاركة معهم حتى يكون هناك قدرة أكبر على مساحة مشتركة يمكن أن تكسر المعادلة التي كانت موجودة. لهذا السبب ربما في سفر الوفد الإسرائيلي إلى واحدة من هذه العواصم أن يكون هناك التباحث في بعض من الآليات والجزئيات الأكثر تفصيلا والأكثر ربما يعني شرحا في هذا الإطار. لكن الأمر يبقى، وهنا الخشية تبقى، أنه كما يقال دائما الشيطان يكبر في التفاصيل، وهذه هي المساحة التي دائما بنيامين نتنياهو عودنا أنه يسعى إلى تغيير وتفجير الجهود في لحظة معينة عندما ينتقل الأمر إلى التفاصيل. هذه النقطة وهذه المساحة هي التي تجعلنا نبقى حذرين بشكل كبير جدا، على الرغم من المصادقة على ذهاب الوفد الإسرائيلي، وعلى الرغم من كل هذه الجهود التي نتحدث عنها والمؤشرات والقراءات ودور الأطراف ككل، لكن تبقى موضوعة التفاصيل، لأنه في التفاصيل هنا تكمن المشكلة. هذه النقطة. النقطة الثانية وهو أن بنيامين نتنياهو، وهذه قد تكون أحد القراءات التفاؤلية، أن بنيامين نتنياهو الذي أعطى اليمين المتطرف وبالتحديد بن كبير وسموتريتش الأسبوع الماضي الكم الكبير جدا من الثمن في الضفة الغربية المتعلق بشرعنة الاستيطان وبفرض العقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية وبمنحهم أيضا مصادرة ما يزيد عن 23 ألف دنم من الأراضي في الضفة الغربية، وهي أكبر حملة مصادرة منذ أوسلو حتى الآن، وكذلك الأمر إمكانية بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، قد يكون هذا ثمنا مقدما من قبل بنيامين نتنياهو لإمكانية إقناع اليمين المتطرف للإبقاء على الائتلاف الحكومي مقابل تبرير أي اتفاقية يرغب فيها بنيامين نتنياهو حتى يحاول أن يبقى هادئا في هذه المعادلة. وبالتالي قد يستغل بنيامين نتنياهو الآن الذهاب إلى توقيع اتفاقية أو بلورة اتفاقية معينة قبل الذهوب إلى العطلة الصيفية في الكنيسة الإسرائيلية التي ستكون مع نهاية هذا الشهر، وبالتالي هو يضمن أنه على مدار 3 شهور العطلة الصيفية للكنيسة الإسرائيلية ألا يقدم من أي طرف من الأطراف الإسرائيلية أي مشروع لحجب الثقة في الكنيسة الإسرائيلية، وبالتالي هو يبقي على نفسه ضمن الأمان في هذا الإطار. وبالتالي هذه واحدة من القراءات التي يمكن أن يلجأ إليها بنيامين نتنياهو، لكن يبقى الأمر كما قلت في نهاية المطاف أنه في لحظة معينة قد تختلف كل هذه القراءات، ونعود إلى نقطة البداية، وهذا ما لا نأمله. نعم. ونأمل أن تنتهي هذه الحرب وتعود يعني الحياة لأهلنا. نعم. في قطاع غزة. تماما كذلك. شكرا جزيلا لك الأستاذ سليمان بشارات المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا على الإضاءة وعلى كل هذه التوضيحات، تحياتنا لك. شكرا.